الكلمة الآن الأخيرة للأستاذ محمد طولبية. تفضل محمد فاروق طولبية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبيه الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. في الحقيقة أنا لا أجد ما أضيف بعد قول الأساتذة الأفاضل وهم أكثر خبرة وعلما مني، لكن الشيء الوحيد الذي أود أن ألفت إليه الانتباه هو أننا هنا أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا جميعا. نحن نؤسس في هذا المعهد ليس حديثا وإنما منذ سنوات طويلة. الجهود التي تقام اليوم هي لبنة مضافة إلى جهود كانت من قبل بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل أساتذة الأفاضل الذين هم موجودون من قبلنا. لكن الشيء الأهم الذي دائما ما ألفت إليه انتباه طلبة وذكر به نفسي وإياكم هو أن هذا التأسيس أولا أن الله عز وجل أنعم علينا بنعمة وجودنا في هذا المكان في المقاطعة الخامسة لباريس، ويحيط بنا الحي اللاتيني بمسجد باريس الكبير بمعهد الغزالي. رمزية المكان ورمزية الزمان فقط تكفي، فعلينا أن نستثمر هذا الوجود في أن يكون إن شاء الله أداؤنا رسالي، أن نكون أصحاب رسالة. ووجودنا هنا أيضا هو دليل على رغبتنا في أن نستمر إن شاء الله، وليس فقط أن نسجل حضورنا في هذا المجتمع ونقول يكفي أننا نحن هنا، هذا ليس كافيا، وإنما أن نحمل على عاتقنا الرسالة وأن نستشعرها فعلا. وهذا واجب كل واحد وكل واحدة تجلس بيننا الآن، أن نمرر هذه الرسالة للأجيال. وأعتقد أن إشكالية أو مناقشة إشكالية قدم وجود المسلمين من عدمه في فرنسا وفي أوروبا، وهذا تخصص الأستاذ لا أتجاوزه في ذلك دكتور صادق، هذا حقيقة نحن في غنى عن مناقشة هذه الإشكالية. ولكن ما يجب أن نثبته فعلا هو أن يكون مسلم اليوم فاعلا في مجتمعه وفي محيطه وفي المكان الذي يعمل فيه. إذن نحن أهدافنا بعيدة المدى، نطمح إلى إلى ما هو أبعد من هذا مما وصلنا إليه بفضل الله كما قلنا. فنسأل الله أن يكون هذا العمل خالصا له لوجهه، وأن يكون خدمة للمسلمين. إن قصرنا معكم فنستسمحكم كما قال الشيخ عز الدين، هذا جهد المقل، ونأمل أن نتحسن، لأن سقف الطموح عالي ليس كما نتصور. هو سقف الطموح دائما يبقى أبعد مما خططنا إليه. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك.